أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، تحية سلام وأخوة، تحية نضال والتزام. أيستما في الجزائريين أثمثنيو الجزائريين الزلف اللون سقول زديقن أمامان. معكم مدير الحملة الانتخابية للمترشح عن الأفافاس للانتخابات الرئاسية لسبعة سبتمبر الرفيق يوسف أوشيش. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، نناظر في جبهة القوى الاشتراكية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية قوامها تكريس الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية، دولة القانون والمساواة الكاملة والمواطنة الحقة. هذه المبادئ غير قابلة للتنازل بالنسبة لنا، وهي جوهر عملنا ونشاطنا السياسي منذ أكثر من 60 سنة. وسيبقى الأفافاس وفياً لهذا الإرث النضالي الذي يجد امتداداته في نضالات الحركة الوطنية التحررية والالتزام ببناء دولة وطنية تعددية تحتضن كل بناتها وأبنائها دون إقصاء وتهميش. تحملت جبهة القوى الاشتراكية مسؤولياتها عبر العديد من المحطات بمبادراتها ومقترحاتها من أجل إخراج البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب ومن الركود السياسي والاقتصادي المفروض عليها. نضالاتنا ساهمت في بناء وعي سياسي ومواطني في المجتمع، وساهمت في تعبئة الجزائريات والجزائريين وتشبثهم بالمطالبة بالتغيير السلمي المنظم التدريجي والذي تجلى بوضوح خلال الحراك الشعبي السلمي الحضاري الذي أنقذ البلاد من الانهيار والنهب والتسيير المافياوي لشؤون البلاد. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، أخاطبكم من خلال استغلالنا لمنبر الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والفضاءات التي أتيحت لنا للتأكيد على وفائنا للأخلاقيات السياسية ووعينا بمسؤولياتنا التاريخية في هذه اللحظة الحاسمة التي يتقرر فيها مصير وطننا. وأمام كل الخيارات المطروحة بمناسبة هذا الاستحقاق المصيري، أراد البعض أن يدفعنا إلى الاستقالة أو يفرض علينا الاستقالة السياسية وصفر السياسة ومحاولة تحييد القوى الوطنية الديمقراطية الحاملة لبديل ديمقراطي وطني من طرف بعض المغامرين ومناضلي الساعة 25 الدخلاء على الحقل السياسي والفعل السياسي. كما أراد البعض واختار البعض الاصطفاف والارتماء في أحضان السلطة والقضاء على التعددية السياسية التي عملت السلطة وزبانيتها فرضه على الجزائريات والجزائريين من خلال بعض الأجهزة الحزبية التي لجأت إلى أدوات تطعن في مصداقية العمل السياسي بلجوئها إلى سياسات الولاء والتموقع واستعمال خطاب التزلف والشعوذة السياسية من أجل دفع الجزائريات والجزائريين إلى العزوف والاستقالة وتوسيع الفجوة بين العمل السياسي والمواطن والاستمرار في كسر الثقة بدلاً من استعادتها وتعزيزها. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، اختار الأفافاس التميز والخروج عن سياسة الأمر الواقع التي يريدون فرضها علينا على الجزائريين الأحرار التواقين للتغيير بمشاركتنا بكل استقلالية وبمرشحنا الشاب الرفيق يوسف أوشيش وببرنامجنا الرئاسي وبخطابنا السياسي المعهود وبقاموسنا السياسي وأدواتنا النضالية وبإمكانياتنا المادية والمالية. مشاركتنا في هذا الاستحقاق ذات بعد سياسي واستراتيجي متجانس يقودنا إلى اعتقاد راسخ بأن الوضع الحالي والتحديات المتعددة التي تواجهنا تتطلب منا أجوبة حازمة وجماعية ومشروعاً اجتماعياً
بديلا بعيد يعيد الأمل ويمنح معنى وتجسيد لطموحات الحراك الشعبي لفيفري 2019 في التغيير، والذي لم ترتقي أجوبة السلطة وعلى مستوى هذا الزخم الشعبي. مشروعنا الرئاسي الذي يحمله الرفيق يوسف أوشيش مستمد من فلسفة الأفافاس التي تهدف إلى تحقيق توافق وطني حول القضايا الأساسية والمحورية التي تتمحور حول حتمية إبرام عقد سياسي اقتصادي اجتماعي جديد يضمن الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، نشارك في الانتخابات وفرصتنا كاملة لتحقيق التغيير المنشود، التغيير الذي يخدم الوطن والمواطن، وليس التغيير الذي يخدم زبانية أو أوليغارشية. ثقتنا بالجزائريات والجزائريين كبيرة من أجل التجند والتعبئة، من أجل حراك انتخابي وطني لصالح مرشح التغيير والأمل، لصالح الرفيق يوسف أوشيش والأفافاس، مرشح الشباب، مرشح العمال والبطالين والطلبة والنساء، مرشح المهمشين والمضطهدين، مرشح الدفاع عن المكاسب الاجتماعية والقدرة الشرائية والقطاع العام، مرشح الدفع بالجزائر إلى الرقي والتقدم وجعلها في مصف الدول الرائدة والراقية في شمال إفريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط وفي امتدادها الإفريقي. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، إن مشاركتنا هي فرصة للتعبئة السياسية، لاستعادات المساحات الديمقراطية، وتقديم رؤية سياسية لمواطنينا، وتجنبنا كيفية الخروج من السلبية، والعمل من أجل أن نتفادى لبلادنا الانزلاقات والجمود والانسداد. مشاركتنا بمشروعنا السياسي وبمرشحنا هي فرصة لطرح رؤيتنا بحزم وقناعة للتغيير وإعادة الأمل والثقة للجزائريات والجزائريين وتجنيدهم من أجل تعزيز بناء الدولة الوطنية وحمايتها وتعزيز الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والتلاحم الوطني في وضع عالمي وإقليمي غير مستقر مليء بالتهديدات والمخاطر. نشارك من أجل رد الاعتبار للسياسة وللعمل السياسي باستعادة الفضاءات العامة وإحياء النقاش السياسي وتكريس الحوار والجات حول الأفكار والمشاريع وتحفيز مشاركة المواطن في الحياة العامة والسياسية للبلاد. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، الجزائر اليوم تحتاج إلى إصلاح سياسي مؤسساتي عميق لتكريس الطموح المشروع في التغيير الذي نؤسس له عبر مشروعنا الرئاسي رؤية، والذي يتمحور حول مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ضمان الحقوق والحريات الجماعية والفردية، ولن يتأتى ذلك إلا بفتح المجال السياسي والإعلامي وإصلاحات سياسية جذرية من خلال عملية توافقية تأسيسية تهدف إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي متفتح يكرس إعادة تنظيم السلطات بتجسيد فعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، بإعادة الاعتبار للسلطات المضادة إعمالاً بمبدأ الرقابة المتبادلة فيما بينها. أيتها المواطنات، أيها المواطنين، يلتزم مرشح الأفافاس الرفيق يوسف أوشيش بتوضيح معالم النظام السياسي الجزائري الذي يتسم بالغموض بتبني نظام ديمقراطي جمهوري شبه رئاسي ذو توجه برلماني يرد الاعتبار للبرلمان في مهامه التشريعية والرقابية على العمل الحكومي، وبتقليص صلاحيات الجد واسعة للرئيس ولتغول السلطة التنفيذية وتفوقها على بقية السلطات. كما يلتزم مرشحنا بإجراءات استعجالية لاستعادة الطمأنينة وإصلاح الظلم
الظلم الذي طال العديد من الجزائريات والجزائريين عبر إطراق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء كل القوانين الجائرة التي تحد من العمل السياسي والنقابي والجمعوي والمواطني سيما المادة 87 مكرر. يلتزم مرشح الأفافاس بإصلاح قطاع العدالة وتكريس مبدأ الاستقلالية الفعلية للقضاء عبر استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وفصله بصفة تامة عن التبعية للسلطة التنفيذية وإصلاح المحكمة الدستورية وجعلها أكثر استقلالية كضامنة لاحترام السيادة الدستورية وحماية المؤسسات. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، يلتزم مرشحنا بإجراء إصلاحات عميقة على الجماعات الإقليمية بسن قانون واحد للجماعات الإقليمية البلدية والولاية يعيد صلاحيات والاعتبار للمجالس المنتخبة والسيادة الشعبية وإلغاء الدائرة كهيئة وصاية على المجالس المنتخبة البلدية، القيام بتقسيم إقليمي جديد يعتمد على الخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية وكذا على تجانس الإقليم، ومن أجل بروج أقطاب اقتصادية إقليمية متكاملة كرافعة للتنمية. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، إن مشروعنا الرئاسي رؤية يرفع السقف عاليا لما يتعلق الأمر باستعادة كرامة الجزائريات والجزائريين، وهذا وفاء لعقيدتنا ومبادئنا ونضالاتنا من أجل دولة اجتماعية أساسها التجانس الاجتماعي الوطني والذي قوامه الطبقات المتوسطة التي ما فتئت تتآكل يوما بعد يوم، وكذا رد الاعتبار لطبقات الهشة والمقصيين من العملية التنموية والاجتماعية عبر قرارات جريئة ثورية واقعية لا وهمية، وذلك برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون، استحداث دخل وطني شامل يستفيد منه البطالين والنساء الماكثات في البيت والطلبة في انتظار إدخالهم وإدماجهم في الحياة العملية اليومية وفي الاقتصاد الوطني. أيتها الجزائريات أيها الجزائريون، برنامجنا رؤية برنامج شامل وكامل، برنامج مجتمع يحمل أجوبة وحلول لكل انشغالات الجزائريات والجزائريين، بالقضاء على التفاوتات الاجتماعية والإقليمية، بإعادة تقييم القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، مكافحة التضخم وإعادة تنشيط سياسة التشغيل. برنامجنا رؤية يهتم بالسكن والتهيئة العمرانية، نظرتنا إلى الاقتصاد من خلال تكريس الدور الضبطي للدولة وتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وبحتمية عصرنة النظام النقدي المصرفي والبنكي ومكافحة السوق الموازية واستقطاب الكتل المالية الضخمة الموجودة خارج الإطار البنكي. برنامج الرئاسي للأفافاس يحمل رؤية حول السيادة الغذائية والتخطيط الفلاحي وتعزيز الإنتاج الحيواني وحسن إدارة الأراضي الفلاحية بإدخال الوسائل التكنولوجية والمكننة. برنامجنا رؤية يعطي المكان لقطاع الطاقة والمناجم كرافعة للتنمية وعلى تعزيز الأمن الطاقوي واعتماد سياسات صناعية جديدة تسمح بالتحول الصناعي وترد الاعتبار للسياحة والصناعة السياحية. برنامجنا رؤية أولى اهتمام لقطاع النقل وتحديث شبكة النقل وعلى استعادة أمن الطرقات وجعل قطاع النقل قطاع استراتيجي تستثمر فيه الدولة. برنامجنا رؤية يحمل نظرة ثورية لقطاع التربية والتكوين ولقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورد الاعتبار للجامعة ولمدارس الامتياز ومدارس الهندسة المهندسين. برنامجنا رؤية يحمل التزامات وتعهدات لرد الاعتبار للثقافة الوطنية ولمكونات هويتنا وشخصيتنا الوطنية بالدعم الثقافي وتعزيز اللغات الوطنية، خاصة رد الاعتبار للأمازيغية بتعميم تدريسها وتفعيل دسترتها وتكريس ثقافة التسامح وتشجيع وحماية التراث الوطني والاستثمار في وحماية الحرف التقليدية. برنامجنا رؤية يولي أهمية للشباب ويعيد الأمل لهم
عبر مجموعة من البرامج المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع في مجال الرياضة والشباب، وتوفير محيط يسمح لهم بالرقي والابتكار وتفجير طاقاتهم في مختلف المجالات، وحماية الشباب من الآفات الدخيلة في المجتمع كالمهلوسات والعنف وعصابات الأحياء. يتعهد مترشح الأفافاس بإصلاح شامل لقطاع الرياضة وخاصة رياضة الهواة، كما يعمل على يلتزم بتطوير الرياضة ذات المستوى العالي. برنامج الأفافاس يكرس المساواة الكاملة بين النساء والرجال، ونتعهد بإجراء إجراءات ثورية لإصلاح المنظومة الصحية وعصرنتها وضمان أمننا الصحي وحماية الأمومة والطفولة. برنامجنا رؤية يهتم بالبيئة والمناخ واتخاذ تدابير مستعجلة لحماية البيئة ومكافحة التلوث وتكييف ممارستنا مع التغيرات المناخية. برنامجنا رؤية يحمل نظرة شاملة للأمن القومي عبر تعزيز سياسة الدفاع الوطني والأمن الغذائي والمائي والأمن الطاقوي والسيبراني وحماية المعلومات الوطنية وضمان السيادة الرقمية والعمل على التنبؤ لإدارة المخاطر الكبرى. برنامجنا رؤية في مجال الشؤون الخارجية يعمل على إعادة تعريف استراتيجية العلاقات الدولية وعلاقات الجزائر مع شركائها بتعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم القضايا العادلة، تعزيز التعاون الإقليمي، إعادة النظر والتفاوض على اتفاقيات الشراكة الثنائية ومع اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. برنامجنا رؤية نتعهد به بالعمل على تكريس الاندماج المغاربي والسعي إلى بناء تكتل مغاربي ومغرب كبير للشعوب يضمن الأمن القومي لدول المنطقة، ويعمل على اندماج اقتصادي واجتماعي لشعوب ودول المنطقة بتشجيع تنسيق السياسات الاقتصادية والبنى التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي. كما يعيد الاعتبار برنامجنا رؤية للتخطيط والاستشراف لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وتخطيط التنمية الوطنية واعتماد نهج استراتيجي شامل ومتكامل يرتكز على التخطيط والرصد والاستراتيجية. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون، ثقتنا كبيرة فيكم للخروج بقوة يوم 7 سبتمبر في حراك انتخابي من أجل تكريس التغيير المنشود، التغيير الذي يخدم الوطن والمواطن، يخدم بناء الدولة الوطنية والديمقراطية الحقة ودولة القانون وسيادة القانون والمساواة. أي استماع نترجو كنت في غمس الكثرة أسن سبعة دي شوتنبر إيوا كنت تبوطيم في لافافاس تبوطيم في مرشح لافافاس إيلمزي ذا مغناس إديوين ثمغلي ثجدي ثمغلي إوزكا إيوا كنا نبنو الجير وزكا الجيري في السرمن إمغراسن إمجهاد الشهداء أوكذ وذاك يموتن غا في تمورثا الجير توكذوت الجير زرفان قمذان الجير ريكسن الفاطل ذ محياف غا في إديغلين غا في تواشولينا إديغلين غا في توذريننا إديغلين غا في تمورثنا مران دوكل أفوس ديك فوس تاعكم تزينتي فسوس يقرد ووال أموسناو فدت واليض نكونين ذد نوالا روحا داويض أقلا نتزالي وكنا تفدل ما نقيم ولاش إلا قرا نقيم أنهن ما نفغى نفنو ثمورتنا ما نفغو أنفنو أزكى إورونا ثان ميرت المنظم قرانت.